جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع عبد الرحمن أبو يوسف من الدمام بعث يسأل ويقول: هل الذهب الذي يلبس في المناسبات كالأعياد أو الزواجات هل عليه زكاة؟ ومن يزكي عنه في هذه الحالة، الزوجة أو الزوج؟ وهل يجوز أن تعطي الزوجة زكاة حليها لزوجها؟ جزاكم الله خيرا. زكاة الحلي الذي يستعمل ويلبس في المناسبات ويتزين به فيها خلاف بين العلماء. الجمهور على أنه لا زكاة فيه، لأنه حلي منوي للاستعمال، فهو كالثياب وكالمسكن والمركب، لا يعد للنماء وإنما يعد للاستعمال، وليس فيه زكاة. هذا قول جمهور أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم إلى وقتنا هذا. وذهب جمع من العلماء إلى إيجاب الزكاة فيه، نظرا لأنه من الذهب أو من الفضة، والأدلة تدل على وجوب الزكاة في الذهب والفضة مطلقة كما يرون. وأيضا وردت أحاديث خاصة في إيجاب الزكاة في الحلي المستعمل، وقد صحت عندهم واستدلوا بها. على كل حال، من زكاه من باب الاحتياط وإبراء الذمة والخروج من الخلاف فهو أحسن. والذي تجب عليه زكاته هو من يملكه، زكاة تجب على مالك المال وهو المرأة صاحبة الحلي، وإذا أخرجها عنها زوجها أجزأ ذلك. إذا أخرج زكاتها وناب عنها في ذلك فإن هذا يجزي عنها، والزكاة تدفع للفقراء. زكاة الحلي على القول بوجوب الزكاة فيه، وزكاة غيره من الأموال تدفع للأصناف الثمانية التي ذكرها الله في الآية الكريمة، وهي قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. إذا كان الزوج فقيرا محتاجا فلا مانع أن تدفع إليه زكاتها، وإن دفعتها لغيره من الفقراء وأعطته من الصدقة من صدقة التطوع فهذا أحوط، أن تعطيه من صدقة التطوع وتخرج الزكاة الواجبة إلى غيره من الفقراء. نعم.